يبدو أن الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بجهود الحد من التسلح آخذة في الاتساع، فروسيا نفت مزاعم عدم امتثالها للتعليق المفروض على التجارب النووية تحت الأرض، معتبرة تلك المزاعم محاولة أمريكية لصرف الانتباه عن حقيقة أن واشنطن لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل على الاختبارات النووية. كما أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تدرس مختلف الخيارات للرد على قرار واشنطن بالانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، وذلك قبيل مؤتمر مزمع عقده لبحث تداعيات الانسحاب الأمريكي. موسكو أشارت إلى أنها لا تتوقع أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها بالانسحاب من هذه الاتفاقية، مضيفة أنها لن تسمح بتحويل المؤتمر إلى منصة لتوجيه اتهامات بعيدة المدى ضدها. اتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة عام 1992 في هلسنكي بفنلندا ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 تتيح معرفة الأنشطة العسكرية للدول المنضمة إليها وعدد 35 دولة، وتعد الاتفاقية أداة مهمة في ضبط التسلح عالميا، وتسمح للدول الموقعة عليها بالقيام بعدة طلعات مراقبة سنويا في أجواء الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 21 من مايو الماضي انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة بدعوى انتهاكات تقوم بها روسيا وعدم وفاء موسكو بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، فيما اعتبرت روسيا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية يشكل ضربة قاسية للأمن الأوروبي.